هذا وقد أعلنت وزارة الصحة حصول 1,000,000 شخص في مملكة البحرين على جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بنسبة 80% من المؤهلين للحصول على التطعيم و67% من إجمالي عدد سكان المملكة. أكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس حرص الحكومة على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتوفير أفضل الممارسات الصحية لضمان تطبيق أعلى معايير المناعة المجتمعية.